التصميم على قطعة القماش ومثبتة القماش في التارة زي ما عايزة. ألون البشرة كلها بلون البشرة، فهبدأ اللي أنا ألونها. طبعا دي ألوان أكريليك، وبعد ما أخلص هسيبها تنشف وبعد كده أقول لكم تعملوا إيه عشان تفضل ثابتة. هبدأ بقى اعمل الجزء ده كده بالازرق الفاتح. هعمل بقى الجزء ده بالازرق الغامق. هعمل بقى الدايرة دي بالأزرق برضو الغامق. هعمل بقى الهلال ده باللون الأسود. هعمل بقى الدايرة الصغيرة دي بالأحمر. يجي كده عشان اطلع اللون الاخضر من الالوان الاساسيه احط لون اصفر. بالشكل ده هحط لون ازرق حته صغيره كتر معايا، فازود اللون الاصفر من الاصفر يبقى اكتر. وبعد كده هحط لون احمر واقلبهم في بعض. هو يطلع اكتر غامق اوي، لو طلع غامق زي كده وعايزين تفتحوه دي ليكوا لون اصفر. لو طلع اخضر غامق انا عايزاه اخضر فاتح هضيف لون اصفر. بعد كده ازرق بس حته صغيره، واحمر برضو حته صغيره عشان الاصفر يبقى اكتر لو عايزين لون اخضر فاتح. لو عايزينه غامق باللون الاخضر هبدا هعمل بقع في الدايره دي اللي انا عاملاها بالازرق الغامق. اعمل عليها بقع الاخضر. شكلنا كده هاجي الشفايف بقى اعملها باللون الاحمر.
هبدأ بالقلم الاسود احدد الرسمة بالشكل ده كده. بصوا ده كده شكلها النهائي. في خطوة انا ما صورتهاش، يعني بعد ما الالوان تنشف خالص بتبدأوا ان انتوا تحطوا قماشة على اللي هو التابلو او القماش اللي احنا راسمين عليه وملونين، وبعد كده بالمكوة نبدأ نمشي على الرسمة كلها عشان ده بيثبت الالوان، عشان الالوان اللي احنا عاملين بيها دي الوان اكريليك مش الوان قماش بس. وبعد كده تبدأوا لو انت هتحددوا بقلم حبر مثلا او قلم جاف اسود، بعد كده تبدأوا تحددوا. لو ان انتوا هتحددوا بالوان عادي تحددوا، وبعد كده تبدأوا ان انتوا زي ما قلتلكوا تكو بعد ما الالوان تنشف، تكو الرسمة كلها او التصميم كله بالمكوة بس. وده كده شكلها النهائي. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في قناتي ولايك للفيديو، واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.